كما البنات ديك الوقت اللي غنبداو نتسناو فيه مال الفراش يجيو صحاب في السدر وداك الشيء، دابا راه كنتسناو فيهم. جاتنا واحد الفكره انا غنجيو للبيت، البيت اللي فيه الماري وداك الشيء كما كتشوفوا، بغينا نبدلوه، بغينا نرجعوه شي حاجه ما نعاودش لكم ان شاء الله. غتعاوني خالتي حليمه مسكينه عندها الافكار في هذا الشيء وكتعرف، وحتى الحوايج كتعرف كيفاش تطويهم وداك الشيء منظم. ان شاء الله غادي نتعاونوا دابا ان شاء الله، وغنطوي الحوايج ان شاء الله، غندور لكم الكاميرا تشوفوا هذا الشيء، غتشوفوا قبل وغتشوفوا بعد ان شاء الله. يلا بقى معايا نقلب لكم الكاميرا. المهم البنات كما شفتوا هنا ان شاء الله غادي نبدا نطوي الحوايج انا وخالتي حليمه مسكينه، قالت لي ان شاء الله غادي نعاونك في الطويان ديال الحوايج. جبدنا الماريو البنات لان بزاف ديال التعاليق قريتهم من بعد ما شافوا البيت، قال لك خصنا نشوفوا حتى البيت كيفاش غادي يكون. وكما قلت لكم انا خالتي حليمه كانت جابت لي واحد الناموسيه زوينه، كانت جابتها لي وقالت لي ان شاء الله في الاول عبرناها لقينا البيت هو صغير ونقصنا منها وعاد جات قد البيت. ودابا قلنا ان شاء الله البنات نخرجوا الماريو ان شاء الله نطويوه ونردوه للحيط كما كنتو كتكتبوا لي في التعاليق ديالكم كاملين، راني كنقرا التعاليق كلهم. راه سوا كيكون تعليق ليه هو زوين او تعليق ليه هو جارح بعض المرات وكيدار في القلب، ولكن اهم حاجه انني كنقرا داك التعليق وكنقول شكرا. على كل حال قريت التعاليق ديالكم كل واحد وشنو كيقولها، اللي كيقول لي ردي الماريو لهاد الجهه، اللي كيقول لي كنحترم الاراء ديالكم، واي حاجه كتقولوها لي راكم ربي اللي عالم، راه كنبغي نطبقها. ولا ما قدرتش انا لو ما كانتش في استطاعتي راه ما كنطبقهاش، ماشي مشكل ما فيها باس. المهم البنات ما تدوش عليا هنا، راه بركه كان المهم كنشقى ونهضر وكلشي كنديرو وكنطوي هنا في الحوايج. البنات هاد اللي ان شاء الله غادي ندير في الباريزه راه ديال الصيف، لا ديال ديال الصيف، لان دابا الصيف راه باقي ما دخلش. هاد الحوايج اللي غنطويهم صغار غنديرهم ديال الصيف، والحوايج اللي غادي يبقاو غلاض وداك الشيء كبير غادي نديرو في الماريو ديال البرد. والصراحه تبارك الله البنات عندي بزاف ديال الحوايج، ولكن ملي كنجي نبغي نلبس ما كنلقى ما نلبس. انا هاد القضيه راه ماشي غير انا اللي كنعاني منها، راه بزاف ديال المغاربه كنعانيو منها. ملي كنبغيو نلبسو ما عندنا ما نلبسو، ملي كنجيو نطوي الحوايج كتلقى تبارك الله حوايج بزاف. ايوا اشنو غنديرو دابا، شنو نعمل؟ وملي كتجيك شي مناسبه معروضه لشي بلاصه والله العظيم البنات ما كنلقى ما نلبس. هادشي اللي كنقول كيفاش هاد القضيه ما كنفهم والو. والمهم كما كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير، وتحيه خاصه للناس الجزائر وتحيه خاصه للمغاربه خوتي، وراكم ديما خوتي. ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير وتبارطاجيو، شكرا بزاف بزاف. هاد الايام تلاحظت بان حتى الجزائر كلات كتدخل عندي وكتبارطاجيني، صراحه هي كانوا من الاول داعميني ولكن دابا زادوا بكثره. وحتى المغاربه شكرا لكم بزاف، راكم خوتي، كنلقى بانكم كتبارطاجيو قناتي بزاف بزاف. ولو ان بزاف درت الاحصائيات البنات، كندخل ندير الاحصاء كنلقاكم بانكم كاع ما مابونين، اغلبيه ما مابونيش. ما فيها بس البنات، قناه محترمه وزوينه وباغا نخدم على بنيتي، ما فيها بس عاونتوني عادي وتفرجوا لي في القناه ديالي وديروا لايك عادي. كنلقى قنوات البنات اللي ما كيخرجوا غير يديروا الماكياج كتلقاه 400000 200000 دقيقه الاولى، ما فيها بس حتى واحد المره كدير روتين اولا شي حاجه. ماشي غير انا، ماشي نقول لكم غير انا، اي وحده شفتوها كدير مسكينه روتين ولا شي حاجه تعاونوا معها تفرجوا لها وديروا لها لايك، راه ما فيها بس. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، وراني الصراحه كنقرا التعليق ديالكم كاملين. وبقاو معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو باش مابقاش نهضر بزاف.
المهم البنات كما قلت لكم هنا والله الا عزلت الحوايج البنات الصراحه اللي صغرت على اسراء صدقتها في سبيل الله عادي، كما مثلا الناس كيصدقوا عليا انا كنصدق عادي. شوفوا البنات، شوفوا 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 هاد البارزة البنات، بغينا ان شاء الله نديرو فيها الحوايج ديال الصيف. هي الحوايج ديال الصيف، هي الحوايج ديال الصيف هاد البارزة غنديرو فيها حوايج ديال الصيف. هانتوما شوفوا تبارك الله، شوفوا 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 ها هما الحوايج. ها هو الماريو راه خويناهم كاملين، اخالتي حليمة مسكينة. ها هما الحوايج البنات هنا كنطوي فيهم حدا الحيط. المهم كنعزلو كل حاجة بوحدها، كل حاجة مع ديالها، كل حاجة مع ديالها. هنا الروينة هنا كيقادو في واحد القادوس، حاشاكم مرونة الدنيا ما تديوش علينا. صافي هذا ما كان، ان شاء الله بقاو معانا. دابا غتشوفوا هذا الشيء كيفاش كان وكيفاش غادي يولي ان شاء الله. صافي البنات، من بعد ما طوينا الماريو كما شفتوا في الاول الفيديو، المهم طوينا الماريو واستفدنا الحوايج انا وخالتي حليمه. دابا البنات الصراحه بدينا في بيت النعاس، لان قلت لكم خالتي حليمه جابت لي مسكينه واحد بيت النعاس، وهي مسكينه كتعاونني نلمطو داك الشيء. ومهم بغيت ندير لهم واحد القطعه ديال هذا الفيديو هذا، نوريكم كيفاش وصلت. وان شاء الله البنات حتى هو الفيديو ما غاديش نوريكم دابا النتيجه النهائيه، حتى البنات نساليه كل شيء، ثم انا ندير لكم فيديو خاص وندير لكم جوله ندوركم في هذا البيت ونوريكم كل شيء. المهم البنات اهم حاجه اني الحمد لله وشاكره، لان انا ولات عندي ما نوريكم ولا عندي ما نشارك معاكم. الله يجازيكم بالخير وشكرا لكم بزاف بزاف. انا نوريكم هانتوما البنات هنا كيما قلت لكم استفنا البارزاج والمانطو داكشي اللي ما عندنا ما نديرو به شي حاجه. هاد المانطه ديال الاسراء باقا جديده، عمرها ما تغطات بها، خليتها الفوق ما كنجبدهاش. ها هو البلاصه يا خالتي باش نبين لكم هانتوما بغيت تشوفوا كيفاش جا باقي هنا، ما كاين لا مخاد لا والو. دابا يلاه غنقادو ان شاء الله. غير هذا بغينا ما عندناش دوك المخاد مثلا صورتي مع هذا، حنا دابا غير بغينا بعدا. المهم قال لك المهم بغيت ما فهمتش كيفاش نوصلها لكم. المهم بعدا غير باش نتوما تشوفوا النتيجه بان هانتوما هبيت نعاس، واخا البنات كنشوفوا ديال الضوء بالتليفون ما عرفتش مالو عاوتاني كيدير له هكا. وصافي ان شاء الله دابا غادي نديروا الكوفر اللي حتى هو هاد الكوفر اللي مسكينه كان جاب لي واحد المتتبعه، الله يجازيها بالخير، راه غتكون كتفرج فيه لان بزاف ديال الناس اللي جابوا لي مساك هاد الحوايج المتتبعين الوفيين ديالي. المهم ان شاء الله دابا نقطع معكم فيديو، وبقاو ان شاء الله في الاخر الفيديو اللي كانت في هاد الفيديو غنشارك معكم ان شاء الله. كما شفتوا قضيت هاد المخدات هادو صاوبتهم في العماره وداك الشيء، وحاولت ننسقهم اولا حاولت خالتي حليمه تنسقهم من اللون ديال اللون ديال الحاف مع اللون ديال المخاد وداك الشيء. وغندير ان شاء الله هاد الكوفر اللي قلت لكم جاب شي واحد متتبعه مسكينه الله يجازيها بالخير. غنحاول ندير واحد احساس البنات الشكل دابا والله انت كتخيلي ديك الدنيا اللي ما كان عندها لا بيت نعاس لا والو، كانت عايشه غير في ميكا ولا تبارك الله هادشي، عرفتي راه فرحانه والله تا فرحانه. والحمد لله ملي كنقرا التعاليق ديال خوتي الجزائر والمغاربه كيقولوا لي لا داكشي راه بفضل الله، هادشي راه باقي ان شاء الله ربي يجيب لك دويره، هادشي راه غير شي حاجه صغيره ان شاء الله باقي ربي. كنقول لهم لا غير هادشي راه بركه عليا، راني فرحانه ومقداني فرحه وربي اللي شاهد. البنات شوفوا هانتوما وهاد الكفر اللي كيبان زوين البنات صراحه، عرفتي هانتوما غليظ وزوين هانتوما فنيون البنات والله الا عجبني عجبني بزاف والله. عرفتي البنات هاد الايام وليت كنبرك مع راسي وبقى نشوف كنقول شوف شوف ربي كبير زعما، ربي راه ما يخيب حتى شي مسلم والله، ما حد الواحد كيذكر الله وربي ربي واقف في جنب وربي عمره ما يخيبه. وكما كنت البنات في الاول كنت كنبقى باركه في ديك البلاصه في العشب بوحدي وكنقول شوف انا ما عنديش وهادي، لا دابا كنشوف كنقول الحمد لله ربي كبير. ملي كتشوفي راسك ولا عندك اي حاجه بغيتيها ولات عندك بيت النعاس اللي كنت اللي كانت غير بالنسبه ليا غير حلم ولات حقيقه. المهم اخوتي باش ما نكثرش عليكم في الهضره ان شاء الله بقاو معايا. المهم اللي درتها في هذا الفيديو ديال هذا اليوم ان شاء الله غنشاركها مع خواتي. حنا نضمنا المجيره ونضمنا البويات كي ولات تبارك الله، شوفوا هذه المجيره البنات نضمت فيها هذه الحويجات كاملين كما كتشوفوا هنا البنات الفيلات ديال بنتي وداك الشيء ديال الشعر وداك الشيء هنا الفوق البنات الشامبانات وسينيا. المهم داك الشيء كاع اللي كنستعمل ديال النهار كامل. والفوق البنات كما كتشوفوا هنايا كاين ثاني البنات المكياج وداك الشيء، المهم العكوره، والمهم درت معقم تما درت كل شيء. تنجيب ان شاء الله المنظمات حيت ما عنديش عندي واحد المنظمات البنات اللي درتها فيهم كيتهرس ما عرفتش شنو هو السبب، وقيله طابو بالشمس. صافي البنات هنا الفوق نتذوقوا شويه البنات هاد الصينيه هذيك كما قلت لكم كانت جابتها ليا نعيمه الماحي مسكينه الله يجازيها بالخير، ودرت فيها البنات هاد الروايحات اللي كانت جابت لي الكادو اللي كانت جابت لي اختي ناديه الله يجازيها بالخير، داك الروايح داكشي كانت جابتهم ليا هي. وديك الوردة البنات كنت شريتها ب 260 عندك ديال 260 وصافي هذا ما كان. وصراحه كما قلت لكم هادشي فرحانه بها البنات، ما قداني فرحه والله الا فرحانه فرحانه. كان عندي البنات هاد الصينيه مخزونه وانا نقول خالتي ياك ترى عندي واحد الصينيه جبتها ليا واحد المراه مسكينه وجبتها ليا كادو، قالت لي سيري جيبيها. قلت لها غادي يكون مثلا شي عيد ولا شي حاجه ديال الحلوه راه نحيدها نمسحها وندير فيها الحلوه عادي. وانا نمشي البنات نجيبها تبقى هنا بعدا من بعد على الدراري الصغار على اسراء وداك الشيء.
نتمنى يا ربي هذا الفيديو يعجبكم والله، لا انا عارفه غيعجبكم لانكم كتبغيو لي غير الخير. وهذا خو هذا المضمون في خوتي المغاربه، وحتى في الجزائر دائما مساكن كيتواصلوا معايا حتى هما وكيقول لي كنشجعوك حنا كنتفرجوا فيك، وكيحماقوا على اسراء الصراحه كيقول لي مسكين ديال لابيت نعاس هلا فيها الصراحه. الله يجازيكم بالخير، راه اسراء بنتكم حتى نتوما وبنت المغاربه كاملين، الله يجازيكم ليا بالخير الله يخليكم ليا يا ربي، وان شاء الله اللي جاي احسن من اللي فات يا ربي. انا دابا قشوي الله ثاني البيت انا وخالتي حليمه، البيت اللي بقالنا اما الصالون راه غتكونوا شفتوه ملي غادي نديروا هذا الفيديو، غتكونوا شفتوا الصالون وفرحتوا معايا ونشطوا معايا. يلا ثاني انا وخالتي حليمه البيت وداكشي البنات، واصلا البارحه البنات هضرنا معاها وداكشي تواصلنا معاها باش كانت غادي تجي ان شاء الله تعاوننا، ولكن عندها ولدتها البنات وداكشي صافي. قالت لك انا الغداء عليا، قالت لك انا اللي غدا الجمعه الغداء على حسابي مسكينه. ودابا البنات جات لينا مسكينه الكسكسي ديال الكسكسو ان شاء الله، دابا قالت لي قربت توصل نخرج باش نصور لكم وداكشي. بقاو معانا حيت دابا هضرات معايا الكوثر قالت لي راني حدا الباب، قالت لك تعالي راه جايبك واحد القصري ديال الكسكسو عشيه البنات غنقول لكم. عرفتي فرحانه صح، حنا كنشقاو القلب لكم. ها هي ها هي كوثر، ها هي مسكينه جابت لينا مسكينه كسكسو. انت مالك معذبه راسك عسكيعه مسكينه معذبه راسها، ها هي البنات كسكسو شتي حصلت الريبه للبنت مسكينه. الله يحفظك وصافي تسلمي سلمي على البنات، بركي سلمي على البنات بعدا. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كي دايره بالصحه؟ ايوا صباح لي خالتي حليمه داكشي اللي كنجي نكملوا البيت نعاس فيك كملوا الشقه تشوفوا انا عندي وليداتي غيبداو نتوما، انا غنطيب لكم الغداء على الغداء على حسابي. ربي يحفظك. عاد نهار البنات فاش كنا كنخملوا في البيت شمس كي الراجل خرج جاب الدجاج طيب حالته ما فيه ما يتكال، كنجيب لكم الغداء وديك الساعه نكملوا الشقه. هذاك الشيء اللي كاين. راه يا اختي اللبينه، راه شوفوا البنات اللبينه يا اختي اللبينه 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 الحبيبه. يلا سيري يا كوثر تعالي تعالي نقلبوا لك على البنات. انتما البنات شوف كوثر العروسه انا انا هي العروسه اليوم كوثر الدار تضل يشوفوها. يلا بقاو باش ندخلوا للدار ما بقاوش نصوروا في الزنقه. يلا بسم الله اختي كوثر بسم الله. هاتي يا اختي تبارك الله يا اختي هاتي الله يا اختي الله 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 العرعه سقيت قصيت على العرقه اللي راجلي سقي فيها بقيت سقيت. انتما البنات انتما سقيتي في قصريه العرعه باش عرفونا حنا واعرين راجلي بغى العرعه ما يسبكعش راجلي بغى ياكل فيها شوف كل بالزربه خلي يسقي فيها الدنيا ندي فيها الدنيا. الله يحفظك ربي يحفظك شكرا من الدار ربي يحفظك جمع عليها الحمد لله زين زين العالم. يلا بقى معنا البنات. المهم البنات كما شفنا بعد ما ما جابت لنا كوثر الكسكسو مسكينه الله يجازيها بالخير، صراحه كنت باش بغيت نطيب كسكسو قالت لي بلا ما طيبيه والله العظيم مشات وجدت الخضره وكلشي قالت لي بلا ما طيبيه، قمت ان شاء الله جابتو لي مسكينه هي قالت لي قالت لي نتوما غير قابلوا الشقه والروينه ديالكم الغدا حسبوا عليا. ايوا صافي البنات هذا ما كان بركت انا وخالتي حليمه سالينا داك البيت كما شفتو نقيناه ورديناه البنات كيشعل كيطرطق بالشعوليه ما كاين غير جابيلو تيدو الحكانه البنات داكشي ما نعاودش ليكم. وصافي البنات ومن جمعنا الروينه غسلنا الميعنات كما شفتوا نظمنا الدنيا وموراها صافي سالينا وجينا نتغداو على خاطرنا. ولالا اسراء ملي كنبغيو نحطو الطبله ناكلو علاش هي كيجيها لا هادي اه هادي لا لا انا مريضه لا انا مضروره. راكم عارفين الدراري الصغار كل واحد راه عارف الولد اش كيديروا فوق الماكله الله يخلي لكم ولادكم يا ربي تنتوما. صافي البنات هذا ما كان هنا راه كتاكل وكتحشم الكاميرا صافي البنات هذا ما كان. والمهم كلينا غير شويه وخيركم خيوركم خيوركم ما تدوش على كلامي قلت لكم خيركم راه في داركم. واليوم راه الجمعه الصراحه ماشي من عادتي كندير الكاميرا وانا كناكل وانا حيت كسكسو عادي كسكسو راه اليوم الجمعه عادي بغيت نشارك معكم اول فرحه ليا في الصالون كناكل البنات. اول ثاني حاجه ثاني حاجه غناكلها في هذا الصالون من بعد داك النهار شويه ديال الدجاج فاش طيبناه هنا البنات شويه ديال الكسكسو كناكلو فيه. واختكم دنيا شكون اللي بحالي كنموت البنات على الحار انا من عشاق الحار. ايوا البنات هنايا ما قدرناش شويه المناضه حتى هي باش نعطي شويه الاسراء قالت لك اسراء وتقولي واش نشرب لك اللبن قالت لك والو. كوثر مسكينه جابت معاها اللبن من الدار جابت مع القصريه ديال الكسكسو ديال العرعار قالت لي عرفتي قالت لك تطلق المذاق ديال العرعار البنات ملي كنكونوا ناكلوا فيها بحال هكا كتطلق المذاق ديال العرعار. ايوا قلت لها هادشي زوين تبارك الله العظيم البنات الا كليت فيها صراحه كنقاتني الجوع لانكم عارفين من الفطور ما بقيتش كيت شي حاجه. وسميتو بغيت نقول لكم واحد الحاجه اخرى ما عرفتش بغيت نقول لكم درت فيها البنات القديد في هذه القصريه هذه كاع القديد. ايوا صافي هذا ما كان. المهم البنات بالسلامه عليكم باش ما نكثرش عليكم في الفيديو. المهم البنات غادي نقول لكم بالسلامه عليكم وحقكم في الجنه الصراحه سمحوا لي بزاف لا شهيت شي واحد يسمح لي حقكم في الجنه وتحيه خاصه لكم وباي باي عليكم ان شاء الله حتى شي فيديو جاي ان شاء الله. بالسلامه عليكم اخوتي.